طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع أخباري يتساءل: ما الذي جعل منظمة أطباء بلا حدود تعلق أعمالها في الضالع؟ ومن موقع مسند للأنباء: 150 جثة لمقاتلين حوثيين استقبلهم مستشفى واحد في محافظة حجة. ومن الصحافة الفرنسية: الحوثيون في الحديدة حفروا الخنادق وزرعوا الألغام ونشروا القناصين على أسطح المنازل. أهلا بكم. ما الذي جعل منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في الضالع؟ يتساءل موقع المشاهد نت. مفيدا أن منظمة أطباء بلا حدود كانت تعمل في مدينة الضالع وتتخذ من مستشفى النصر العام مقرا لها، وتقدم خدماتها للمواطنين وتحديدا الأطفال منهم، غير أن التهديدات التي تلقتها المنظمة والاعتداءات المستمرة من قبل مسلحين مجهولين خلال الشهرين الماضيين اضطرها إلى مغادرة المدينة حرصا على حياة طاقمها الطبي. ونظمت إدارة مستشفى النصر وأهالي المرضى بالإضافة إلى العاملين في مستشفى النصر وقفة تضامنية طالبت بمعاقبة من وصفوهم بالبلاطجة والمسلحين الخارجين عن القانون. وأدان المشاركون التهديدات المستمرة التي تعرضت لها المنظمة وطاقمها العامل في محافظة الضالع. وسبق لمنظمة أطباء بلا حدود تعليق أعمالها في محافظات يمنية أخرى لذات الأسباب. كان ذلك في محافظة تعز قبل أشهر بعد تلقي المنظمة تهديدات وتعرض منتسبيها لاعتداءات مسلحة. محافظ عدن يقول إن هناك خطة أمنية متكاملة لحل جميع المشكلات الأمنية في المحافظة. وطبقا لموقع الصحوة نت والذي نقل عن محافظ عدن الجديد أحمد سالم ربيع قوله: تعاني عدن من انفلات أمني راح ضحيته المئات من خطباء المساجد وقيادات ومنتسبي الجيش والأمن والمقاومة الشعبية والجماعات السلفية وحزب الإصلاح وعدد من المسؤولين. وأفاد أن أبرز الملفات المطروحة على طاولته لمناقشتها وحلها بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة تتمثل في الملفات الخدمية والأمنية التي تلمس جميع المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد محافظ عدن أن العمل جار على قدم وساق لإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات، وهذا سيساعد كثيرا في تسيير كثير من الخدمات الأساسية. مسيرة السلام الراجلة إلى صعدة وورود الاعتذار. تحت هذا العنوان كتب نبيل الشرعبي مقاله في عدن الغد مضيفا: قبل أعوام، وتحديدا إن لم تخني الذاكرة فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، انطلقت مسيرة راجلة من صنعاء إلى صعدة تحت مظلة السلام لصعدة السلام، وكانت مكونة من ناشطين وصحفيين وإعلاميين ومواطنين أرادوا من خلال مسيرتهم تلك التعبير لصعدة وسكانها بأنهم يتقدمون لهم بجل وأصدق الاعتذار عن الحروب الستة التي اشتعلت بين الدولة وجماعة الحوثي إبان فترة علي عبد الله صالح. طابور المسيرة الراجلة هذه، وبدافع أن النظام السابق تسبب لصعدة بظلم كبير عبر الحروب الستة ووجوب الاعتذار لصعدة وسكانها نيابة عن النظام السابق، ومن ثم القائم آنذاك والمتمثل بالرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق وبدون إذن منهم، وكذلك الاعتذار باسم ونيابة عن المجتمع اليمني كافة. وصل الاعتذار إلى صعدة وسكانها من المجتمع اليمني والرئيس السابق والقائم آنذاك وحكومة الوفاق ومن الجميع دون استثناء، وابتهج الجميع بذلك وعدوه حدثا عظيم. كثير من الناشطين والصحفيين والإعلاميين والمواطنين الذين نظموا وشاركوا في المسيرة الراجلة ومنذ عدة أعوام يدفعون فاتورة باهظة الثمن، وصاروا محكومين بالحياة تحت مقصلة عناصر جماعة الحوثي الذي قدم هؤلاء الناشطون إليهم إلى الصعدة من محافظات يمنية عدة للاعتذار لهم على حروب لا صلة لهم بها، ولكن بحكم الإقرار بحق العيش والمواطنة المتساوية آمن أولئك بضرورة أن يؤسسوا لتعايش وسلم مجتمعي وإخاء.
فأين هم اليوم؟ الحوثيون من قدم إليهم أولئك اليمنيين سيراً على الأقدام يحملون لهم الورد وخالص الاعتذار على حروب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. أين هم مما يتعرض له اليمنيون بمن فيهم طابور مسيرة السلام من ظلم وترويع من قبل أو تحت مظلة الحوثية؟ بدأت قيادات الصف الإداري والعسكري لميليشيا الحوثي في الحديدة بالفرار، ذلك بعد توغل القوات اليمنية المشتركة التي باتت على بعد 3 كيلومترات من قلب ووسط المدينة وعنون موقع رأي اليمن. قيادات حوثية تغادر الحديدة إلى هذه المحافظة البديلة. وقال الموقع استنادا إلى مواقع إخبارية أخرى أن 8 من القيادات البارزة للحوثيين غادرت مدينة الحديدة من المنفذ الشمالي نحو محافظة حجة، والتي توصف بأنها حديقة الميليشيا الخلفية. وأوضح المصدر أن رئيس ما يسمى اللجنة الثورية بالحديدة عبد الرحمن الجماعي ومعه المشرف العام ونائبه وقيادات الصف الإداري والعسكري للميليشيا بالمحافظة لاذوا بالفرار إثر انهيار صفوفها شرق وجنوب وغرب وشمال شرق المدينة. وكشف مصدر أن هناك قائمة بالفارين شملت أيضا مسؤول ما يسمى بالمجهود الحربي ورفد الجبهات والمشرف على مربع المدينة ومشرفي الأوقاف والإرشاد والوحدة الثقافية. ركز موقع مسند للأنباء على الخسائر التي تضرب ميليشيا الحوثي في معارك الحديدة أو معركة الحديدة وعنون موقع مسند للأنباء. 150 جثة لمقاتلين حوثيين استقبلهم مستشفى واحد في محافظة حجة. وقال الموقع أن محافظة حجة استقبلت عشرات الجثث لمقاتلي الحوثي خلال الأيام الثلاثة الماضية قضوا في الجبهات. وقال سكان ومصادر طبية في حجة أن المستشفى الرئيسي في المحافظة استقبل خلال الثلاثة الأيام الماضية ما يزيد عن 150 جثة لمقاتلين حوثيين قضوا في الجبهات. وبحسب المصادر فإن ثلاجة المستشفى الجمهوري في مدينة حجة عجزت عن استقبال أو استيعاب كل الجثث التي تم نقلها إليها، ما اضطر القائمين عليه إلى وضع بعض الجثث في ثلاجات عادية بباحة المستشفى. وأضافت كثير من الجثث التي يستقبلها المستشفى يتم ترحيلها بعد ساعات قليلة من وصولها إليه إلى القرى ليتم دفنها، فالطاقة الاستيعابية لثلاجة المستشفى لا تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد. وأفاد مصدر أن عدد الجرحى الذين استقبلهم المستشفى الجمهوري يزيد عن 250 جريحا غير الجرحى الذين استقبلهم مستشفى عبس الريفي القريب من جبهة مثلث عاهم التي تعد واحدة من أكثر الجبهات اشتعالا. وفي الشأن المحلي نطالع مقالا للكاتب الصحفي شاكر أحمد خالد بعنوان الحرب وفرص السلام في اليمن، كتبه من وحي المؤتمر الدولي الذي عقد في اسطنبول الخميس الماضي بتنظيم من مؤسسة توكل كرمان الدولية. يقول الكاتب: يتصاعد دخان الحرب في سماء اليمن وتزداد ضراوة المعارك رغم الدعوات الدولية الأخيرة والمكثفة بضرورة وقف الحرب وعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات للبحث عن صيغة جديدة للحل السياسي. أعطت الدعوات الدولية مؤشرات متباينة، فمن ناحية فهمت المهلة التي حددت بنهاية شهر نوفمبر الجاري ثم تأجلت مرة أخرى إلى ما قبل نهاية العام الجاري، وذلك للجلوس على طاولة المفاوضات. ودلت المعركة بأنها بمثابة ضوء أخضر للتحالف للحسم العسكري بعد المراوحة لنحو 4 سنوات، فيما فسر على أنه محاولة لدفع ميليشيا الحوثي للمفاوضات وتقديم تنازلات بشأن الحل السياسي بعد التصلب الذي رافق جولة المشاورات السابقة. أيًا تكن المؤشرات المتاحة هي الراجحة، فالواقع يؤكد استمرار المعارك وشراستها ليس في الحديدة فحسب، فهناك جبهة لافتة أخرى تصاعدت خلال الأيام الماضية في منطقتي دمت والحقب بمحافظة الضالع، إلى جانب جبهات أخرى معتادة في حجة وصعدة وتعز. هناك مآلات كارثية للحرب بكل تأكيد، والوضع الإنساني يزداد تردياً، وكل ذلك يستدعي طرح تساؤلات: هل إمكانية فرص السلام لا تزال قائمة في اليمن؟ فأجندات التحالف وعمليات التحرير الموهومة ولدت حالة ملل وتوق للخروج من هذه الدوامة، ولو بالبحث عن مخارج للسلام الموهوم مع ميليشيا فاشية. لأول مرة دخلت القوات الموالية المدعومة من الغارات الجوية السعودية الحديدة، حيث تقدموا وأصبحوا على بعد
بضعة كيلومترات من الجنوب والشرق نحو الميناء، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة لو بوان الفرنسية وترجم خصيصا لقناة بلقيس. وقال تقرير الصحيفة إن المتمردين الحوثيين حفروا الخنادق وزرعوا الألغام على الطرق في ضواحي المدينة، كما وضعوا القناصين على أسطح المباني وخلف لوحات إعلانية كبيرة للتعامل مع الهجوم. لأنه على الرغم من مقاومة المتمردين فقد تمكنت القوات الموالية من التقدم مرة أخرى، ولكن ببطء شديد في شرق المدينة. ومنذ عام 2015 تحاول القوات الموالية بمساعدة تحالف عسكري بقيادة السعودية طرد الحوثيين المدعومين من إيران من المناطق الشاسعة التي احتلوها في شمال ووسط البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. بالنسبة للمجلس النرويجي للاجئين فقد قال هناك خطر كبير بأن تؤدي المزيد من الهجمات الجوية والبرية إلى قطع الطريق الأخير المستخدم في إمدادات الغذاء والوقود والأدوية لحوالي 20 مليون يمني التي تعتمد على الواردات المارة عبر الحديدة. صحيفة جورنال دو مونتريال الكندية نشرت مقالة للصحفي فيليب ليرفير بعنوان دموع اليمن السوداء، وقد ترجم المقال خصيصا لقناة بلقيس. ويقول الكاتب: ملأت بالأمس خزان الوقود، لاحظت بخار الوقود وشعرت بالغثيان، ثم فكرت في أصل هذا النفط، إنه آت من المملكة العربية السعودية، وكدت أن أتقيأ. الجملة السابقة مبالغ فيها، لكنها ليست بحجم المأساة الإنسانية في اليمن. في خضم الحرب الأهلية يتم قصف السكان اليمنيين من قبل المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة الشرعية. بالإضافة إلى القنابل يقود محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية حربا اقتصادية هناك. هذه الاستراتيجية تدفع البلاد نحو المجاعة. في كندا هناك يدور الحديث عن قضية خاشقجي أكثر من المشاركة الهمجية للرياض في اليمن. الصمت له ثمن وهو سعر البرميل. دموع الأطفال اليمنيين سوداء مثل النفط الذي يمول معاناتهم. يموت طفل هناك كل 10 دقائق، وللأسف لسبب يمكن تجنبه. يمكن أن تساعد اللقاحات والمعونات الغذائية على تخفيف النزيف. ومع ذلك ووفقا لليونيسف فإن المساعدات الإنسانية في اليمن تم حجبها إلى حد كبير من قبل التحالف الداعم للحكومة. يقول مدير قسم الشرق الأوسط في اليونيسف: هي جحيم على الأرض لكل صبي وفتاة يعيشون في اليمن. تقوم كندا بمراجعة بيع أسلحتها إلى المملكة العربية السعودية. يجب أن ندفع جوستن ترودو لاستخدام جميع أحكام القانون الكندي لوقف العملية. يجب على الجميع اتخاذ موقف. يجب سماع المواطنين. يجب على السياسيين التصرف. إن فرض العقوبات على الرياض وتنويع مصادرنا من إمدادات النفط أو تحسينها وتسريع كهربة وسائل النقل لدينا هي خيارات مطروحة على الطاولة. بقوتنا سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مواطنا أم دولة، يجب أن نحاول مسح الدموع السوداء لليمن. نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا عن الاحتفالات بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتضيف الصحيفة أن الحرب العالمية الأولى هي حرب لم تكن متوقعة أبدا. فقد ألف الصحفي البريطاني نورمان أنجل في عام 1909 كتابا بعنوان الوهم، يؤكد فيه أن النزاع بين الأمم الأوروبية الكبرى غير محتمل، لأن اقتصادياتها أصبحت متداخلة ولا يمكن تحمل تبعات مثل هذا النزاع اقتصاديا، وإذا وقع فإنه لن يدوم طويلا. ولكن الحرب وقعت، وعندما انتهت في نوفمبر عام 1918 كان عدد ضحاياها 40 مليون شخص بين قتيل وجريح. وتقول تايمز إن هذه الثقة منتشرة اليوم أيضا، ويعتقد الكثيرون أن العولمة قللت من احتمال وقوع نزاع عالمي كبير، لكن الواقع يقول إن التقدم العسكري التكنولوجي والأسلحة النووية المدمرة تدفع نحو نزاع أكثر دمارا من الحرب العالمية الأولى. وتضيف أن الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الأولى هذا الأسبوع فرصة لتذكير الذين ضحوا بحياتهم في هذا النزاع العالمي، لكنه أيضا فرصة لأخذ العبرة من الماضي وتنشئة الأجيال القادمة عليها. والدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه حسب الصحيفة هو أن النظام العالمي ليس خاليا من المخاطر، ومثلما يرجع المؤرخون اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى التنافس بين ألمانيا وبريطانيا، هناك اليوم تنافس بين الولايات المتحدة والصين.
وفي الصحافة العربية نطالع في العربي الجديد مقالا مستفيضا للكاتب عبد الوهاب الأفندي بعنوان السلفية المعاصرة والظلم العظيم في قضية ولي الأمر، ناقش فيه موقف علماء السلفية من الحاكم والنصيحة لهم ومما جاء فيه. من المؤسف أن تتحول الدعوة السلفية وهي المفترض فيها أن تحيي ما مات من سنن الإسلام وتعيد مرجعيته إلى ممارسات السلف الصالح، وليس كل من هب ودب إلى ترويج بدع ما أنزل الله بها من سلطان، مثل طاعة كل من غلب وتحويل أهواء الحكام الفاسدين إلى مصادر تشريع تعلو على القرآن والسنة والدعوة إلى كتمان ما أنزل الله به وتجريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما أهم خصائص هذه الأمة كما جاء في صحيح التنزيل. وقد أضر هذا أكبر الضرر بالدعوة السلفية، زاد على ما نسب إليها من صلة بالإرهاب والعنف والتنطع، وهناك الآن حاجة ملحة إلى إصلاح شامل يعيد هذا التيار إلى المسار الصحيح من وجهة نظره ومنطلقاته الأصيلة. ونحن نترك هنا جانباً ما ورد في بعض الدراسات العلمية الرصينة لهذه التيارات، إذ أنها في الحقيقة مبتدعة في الأصل، تعتمد تفسيرات المتأخرين في تعريف السلف الصالح وتركز على ظاهر النصوص لا على مضمونها، وتستند في بعض مواقفها إلى أحاديث ظاهرة الوضع، بل نقبل ما تصف به نفسها من أنها اتباع للإسلام المتبرئ من التزيد والأهواء، فلا يمكن أن تروج مثل هذه الدعوة لمخالفة صريح القرآن وممارسات الرسول الكريم وخلفائه ممن لم نسمع منهم نهياً عن نصح الحكام وتقويمهم في العلن، بل دعوا إلى ذلك علناً: أشيروا علي أيها الناس، إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، إلى آخره. وقبل ذلك كله وبعده لم يكونوا يكذبون علناً أو يروجون أكاذيب المجرمين ممن يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، فمن أين يأتي هؤلاء بهذه البدع المنكرة؟ في أخبارنا المنوعة ما جاء في موقع عربي بوست والتي عنونت في صفحتها الرئيسية: روبوت أصبح مذيعاً، الصين استعانت به لأول مرة، لكن عندما ترى الفيديو ستكتشف الفرق بينه وبين البشر. كشفت وكالة الأنباء الصينية التي تديرها الدولة شينخوا عن أحدث إضافاتها إلى فريق مذيعيها، مذيعان يعملان بتقنية الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقرير نشر في مدونة صينية، فإن أحد هذين المذيعين يتحدث الإنجليزية في حين يتحدث الآخر الصينية، ولهما المظهر الخارجي نفسه لبعض مذيعي وكالة شينخوا البشريين، غير أن صوتيهما وتعبيرات وجهيهما وحركات شفتيهما اصطناعية ومحركة باستخدام تقنيات التعلم أو التعليم العميق. وقالت الوكالة: أصبح مذيع الذكاء الاصطناعي رسميا جزءا من فريق مذيعي وكالات شينخوا، وأضافت: سيعملان مع المذيعين الآخرين ليقدمان لكم الأخبار الموثوقة بدقة وفي حينها باللغتين الإنجليزية والصينية. صور لمختلف الأحداث من مناطق العالم السياسية منها والاجتماعية نشرتها صحيفة الجاردن البريطانية، ونحن بدورنا ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما سنتابعه في فقرتنا التالية.
وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.